طيب أيضا يعني كما أشرت أستاذ طه أن هذه وأن هذا الاتصال الذي حصل يعني لم يحقق ما تريده أنقرة، إذا الأمر استدعى زيارة طارئة يوم الثلاثاء المقبل إلى موسكو، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقائه نظيره الروسي. هذا اللقاء وهذه الزيارة ما هو المتوقع لها وكيف ممكن أن تؤثر على ما يجري في إدلب؟ يعني التصور يعتقد التصور من ناحيه خفض التصعيد وتصور اتفاق السوسي من خلال ما رايناه خلال الايام الاخيره الماضيه هو انتهى تماما من الجانب الروسي. تركيا الى حتى هذه اللحظه ما زالت تحافظ على هذه الاتفاقيات، هي تحافظ الى الوصول الى حل وسط انقره خلال الاشهر الاخيره الماضيه، حاول قدر الامكان الابقاء على اجل كما هي عليه، ولكن لاحظنا ان هناك انزعاج روسي من التطورات الاخيره في شرق الفرات ما بين واشنطن وانقره، وهذا الانزعاج ترجم على ارض الواقع من دعم قوات النظام ووصول الحل الى ما رايناه خلال الايام الاخيره الماضيه. بتصور اعتقد ان الاتراك سوف يحاولون قدر الامكان الوصول الى صيغه مشتركه وعلى الاقل وقف تقدم النظام الى مناطق اخرى والوصول الى حل، خاصه ان هناك قمه مرتقبه في 13 من الشهر المقبل هنا في تركيا بين الدول الثلاثه الضامنه، وسوف تكون هناك يعني من ممكن الوصول الى حل وسط، ولكن الى حتى هذه اللحظه الاجواء والتطورات يعني الى حتى هذه اللحظه القصف ما زال مستمر على القتلى والجرحى والتدمير من قبل الاقوام، هي اشارات واضحه ورسائل واضحه من الروس بان الامور هي اصبحت يعني منتهيه تماما، على الرغم من المحاولات التركيه والاتصالات التي يجريها الرئيس اردوغان وسوف يجريها في